بس الفول بريسيكال خرطال فريكه بريسيكال خرطال البيبي الرومي كل حاجه بوحدها ماشي وكنديروها تخليطه وحده ما كنديروش السيكالين كاع. اثمنه اختي كاينه شويه الثمن هذا العام على حسب كاين العلف غالي يعني الحمص داير في الثمن فويليه الثمن الدراره ب 90 ريال الكيلو فويليه كانت عام الاول كانت غير ب 40 هذا العام راه 90 الحمص هو طالع في الثمن الفويليه هي طالعه في الثمن خرطال الرومي خرطال البلدي الشعير تريتيكال فرينا كلشي كاين الاثمنه يعني كنعلفو علف طبيعي ماشي زعما كنعلفو مستيكاليم ولا شي علف اخر ولا السيكاليم ديال الدجاج ولا ها العلف قدامكم هو طبيعي الناس مات ليهم الغنم ديالهم ما كاينش زعما كاينه الحولي كثير بزاف بالفائض حيت جا داك الوقت ديال الشتاء ما الوقت ديال الشتاء ما كيجيش الحولي مزيان ماشي بحال الحولي تيبغي الشمس ما كيبغيش الشتاء كيبغي الشتاء هو كيبغي الشمس الناس ما لقاتش باش توكل البين ديالها ومات ليها البين ديالها قدامها وهي تشوف التبن راه 50 درهم 1200 1500 والتبن ماشي شي تبن مزيان غير تبن عادي الناس ما لقاتش باش توكل البهيم ديالها وهذا هو السبب واخا العام زوين ماشي العام زوين العام راه زوين اه ولكن راه الشتاء هي اللي في البدايه ديال الشتاء هو المشكل فين وقع فيه النعجه النعجه ماتت الولد ديالها مات ايوا علاش ما كاينش الفائض ديال الحولي هذا العام 4 شهور وحنا تنعلفوا هذا العلف باش يلاه يوصل الحولي هكا بالنسبه للاثمنه ديال الحولي الموين كاينه من 45 ل 50 حتى 60 كاينه الاختيارات والجوده كاينه من 70 من 60 حتى الفوق حتى ل 110 حتى ل 120 130 على حسب الجوده ديال الحولي. لاله فاطمه ما كتجيكش هذه الخدمه اللي كديري صعيبه شويه؟ نسبه صعيبه صعيبه ولكن طرف ديال الخبز ما عندني ما نديرو على حسب الخبز راه حنايا خدامين وهادشي اللي كاين ضربني حولي ضربني رجلي وعاتني والله الا وعاتني ولكن ما كاينش مشكل الحمد لله ما وقعت حتى شي حاجه ولفتوها ولفناش يعني راه حنايا المهنه راه في الفلاحه وحنا عزيزه علينا التربيه ديال المواشي عزيزه علينا